السلام عليكم البنات، مساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا كامله مهنيين وبخير وعلى خير. قبل ما نبدا نقصر شويه مع اخواتاتي، حبيت نقدم تعزيه خالصه من قلبي لخاوتنا واخواتاتنا اللي فقدوا فلدات اكبادهم في لوبيتال تاع واد سوف. تالمنا، يعني ما كاش جزائري ولا اي واحد سمع بهذه الفاجعه وقلبه ما يعني ما تحرقش. وش نقول لكم، ربي يرزقهم ان شاء الله الصبر، وربي ان شاء الله يصبركم ويأجركم ويعوضكم ويجعل وليداتكم ان شاء الله طيور من طيور الجنة يا رب العالمين. كما يقولوا القلب والله طاب وتنتر، طاب وتنتر، ربي يكون في العون وخلاص. وحبيت يعني نحكي في واحد الموضوع اللي يعني واش نقول لكم يقيسنا كامله. ونحب نقول لخواتاتي اللي يعني كل وحده واش قالت لي هضري، ما تتقلقوش برك يا عزيزات قلبي، بشويه بشويه على بالكم بلي مازال كوميم لو تخان تاعي ماهوش سوغاي. ابان راني نحاول انني ننظم روحي ونعاود نحكم لي كيليبغ ديالي. حسنوا عاوني وان شاء الله باذن الله ما كاين حتى موضوع راح ننساه، بالمهل ان شاء الله تنزل الرحمه ونهضروا في كل حاجه. لكن الموضوع اللي راني مقيوسة منه وماذا بيا يعني نحكي معاكم، ولا علا واش تعرفوا، ولا علا ولا علا كلمة تتغرس ودير الجذور وتعطينا الثمار غدوة. على بالكم الوقت اللي رانا فيه البنات كتر الجفا، شفات القلوب يا اخي، كنت تشوفوكم معايا القلوب جفات، والوقت جاب ما فيه، الوقت جاب ما فيه على كل حال. لكن الشيء اللي يقيس فغيمون انه الجفا هذا قاس العائلات تاعنا، يعني ما بين الخاوة والخواتات، هادي لي فريمون صافي ترو ترو مال. حنا يعني كي نبداو نهضروا كل واحد يبدا يقول ايه والله غير كثر الجفايخه حصراه، ولا الخو ما يخمم فيه خوه، ولا الخت تغير من خوتها. والناس اللي راهي تهضر عندهم هذا المشكل يعني في عقر البيت ديالهم. حبيت برك يا البنات نكون عندنا وعي، عندنا وعي. يعني العائلات تبدا تقول لك الطفله انا عندي يما تفرق، انا عندي بابا يفرق، انا يما ولا امي تعامل اختي خير مني، وهذا الشيء يوجع لي قلبي وتغيدني عمري. ومن بعد كيبدا الحساسيه ما بين الخواتات والخاوه، ومن بعد الطفله تقول لك انا ما كاين ني خويا ني والو، انا خويا على بالو غير بمرتو. الوغ كو زمان، من قديم الزمان، من قديم الزمان كاين حكايات اللي رانا نسمعهم دركا ما بين الخاوه والخواتات. لكن وين راهي لا ديفيرونس؟ اين هي يعني وين راهو الفرق؟ الفرق انه زمان كان الخو جامي يفوت خوه، والدم جامي ما يولي ما. بصح دركا الوقت تبدل، ولات يعني كل عائلة فيها زوج ثلاثة متفارقين. ملي ولات الخت تعيطي لها ولا تقولي لها اجري اختك راهي في محنة، تقول لك انا ما على باليش بها، بركة كاع عندنا الهموم، كل واحد راهو لاهي بعمره، وهي بالنسبة ليها راهي ليك الله يبارك قافزة وتعرف تسير. جبناها كلي عقلية القور تاع نفسي نفسي كيما القوري، يعني البلاد تاع لي زوروبيا. ما كاش هادي يا خويا واختي ويما، خلاص ابخي موا سي لا فان دو موند. لكن حنا مسلمين، حنا مسلمين، كي نقلدو نعرفو واش نقلدو، ما ندوش القشور. ناس زمان يقول لك خوك خوك لا يرك صاحبك، خوك ولا اختك مهما كان الحال في وقت الصح غير هما اللي يبكوا عليك. دوكا تجي تقولي لي بصح انا يما تفرق، بصح انا اختي تكرهني، انا اختي حبت تطلقني، نقول لك ايه. دوك نقول لك وعلاش ولو هاد الحكايات في العائلات تاعنا، خطرش ما وليناش نتعاملوا بالمحبه، ما كاش هذاك الساكريفيس، ما كاش هذاك العطاء بدون مقابل. تقولي لي انا يما تفرق، انا نقول لك انا يما تحييني يا لو كان بالسم تسقيني، انا يما تحييني يا لو كان بالسم تسقيني، تفضل اختي عليا، انا هذيك اختي انا اللي نزيد لها، ترضى عليا برك مهمتي. خطاش بريضها ربي يفتح عليا البيبان، بريضها تزهالي الدنيا، بريضها نكون ديت ان شاء الله يعني اجر الدنيا والاخره. على بالكم يعني سمحوا لي ان شاء الله برك تفهموا مقصودي.
سكيم في مالو كور، يعني الشيء اللي يوجعني فريمون في قلبي هو انه الناس اللي تبذل مجهود، يعني باش تكون براتيكونت، الصلاة في وقتها، صلاة الفجر، قراءة القرآن، لباس الشرعي، ما شاء الله، يعني الشيء اللي يعجزوا عليه الناس بزاف وما قدرولوش. لكن المعاملة والمحنة والخلق اللي يخلي الروابط العائلية تكون سوليد ما كاش. أنا باليش بها أنايا، كل واحد له بهمه. هاد الشيء شفناه والتمسناه، مانيش نحكي لكم من فراغ. تشفات القلوب يا النساء ويا بنات وأي وحدة راهي تسمع فيا. أني نهضر معكم أنتوما بس كان قناتي قناة المرأة. كل ما يخص المرأة. يا أخي شفتي ما كدير التفريقة. على بالكم لي مامو دوكاتيك اللي مازال ما تزوجتش، ويعني مازال ما طعمهاش ربي، ولا مازال ما جابتش دراري، نقدر نفهمها نقول ما حستش. لكن اللي جابت تعرف بليك ما تقدرش تفرق ما بين طفل وطفل، تقدر تميل لطفل على طفل بالمحبه. كاين اون مامو ولا دي بارون يفون كونفيونس للطفل، وطفل ما يديروش فيه ثقه، ولا قادرين يتكلوا على طفل، وطفل واحد اخر ما يتقدرش يتكلوا عليه. لكن باش يحبوا واحد واحد ما يحبوش، يعني هذا الشعور المطلق هذا، يعني يحبوا وليدهم ويكرهوا بنتهم. والمحبه يا البنات قلتها لكم صافي شحال، قلت لكم المحبه والعشره والسعاده جايه كوم اون بلونت. شتي كي تتشهي اون بلونت وتشريها خضراء مفلفله، الله الله، ومن بعد هذيك النبته ما تعتنيش بها، متى ما تنقشيش هذاك التراب ديالها، وما تسقيهاش، ومن داك تحطيها في الهواء، وما تخليهاش تتحرق في الشمس. هذيك لا بلونت الشابه تدبل وتموت وتولي مزعوقه. هكاك المحبه، اللي حبت راجلها يحبها، ويماها تحبها، وباباها يحبها، وخواتاتها يحبوها، تكون سباقه للخير وتخدم على هاد المحبه. وزيد الحاجه المليحه يعني في الدين ديالنا والحمد لله نحن مسلمين، انه كل حاجه تكون فيها مبادره تاع خير ما تضيعش عند ربي. العبد تضيع معاه، وي معاكم، تقولي لي والله غير انا درت وفعلت منا ولقيت غير، ايه اتقي شر من احسنت اليه، راني معاك راني معاكم. العبد ضعيف هذا اللي ينسى الخير وحبيبه في حجره يضيع لك حقك، لكن ربي جامي جامي ودائما يعطيك الثمره مع الصبر، ماشي هدر يحضر، مع الصبر ونديروا الخير ونساوه. سورتو سورتو اللي راهو محالفها الحظ، وعندها خوها تعيط له خويا، وعندها اختها تعيط لها اختي، وعندها ام تقولها يما، وعندها اب تعيط له بابا. اللي عنده هذه الفرصه ما عرفش يستغلها، واللي عنده عائله ما عرفش انه يمد يده ويخلي هاد العائله متمسكه. ما تقوليش انا بو شحال ندير انا في دارنا، انا كل واحد يشوف في روحه، واحد ما على بالو بواحد. سي كوني انت شمعه تاع هاد الدار. خوك ما مدلكش انت مديلو، شي خساره في خويا؟ ماشي خساره والله ما خساره في خويا. عندك اختك مسمومه كي تقولي تغير منك، عطيها المحبه تشوفي، وري لها بلي تحبيها. ديري اون كور، ديري كيش نقولوا احنا تجربه. قال انا هذه اختي اللي راهي ليك جايبتها عقابي وما تحبنيش، قولي لها توحشتك اختي، رفدي التليفون سقسي عليها. بيغيان بو غيان، نقدروش نكونوا انتي انتو وين شفتوا هذه محبه؟ هذه المحبه وهذه في الفيلم اللي تمسخروا بينا، مسلسلات والخرطي يقولوا لنا العائله السعيده، وراجل يحب مرته يموت عليها وهي ما دير والو، وهكاك بور سي بوزيو ميم، ولا حبها بور سي بوزيو بور ان مومون برك. وباك هذوك لي بوزيو هذوك هما كيلحط كيف كيف. يا اخي سكيفي، يعني واش حبيت نهضر على الجفا هذا؟ كل وحده تعاني من الجفا في العائله ديالها، وسيرتو نهضر على العائله، واش نهضر احباب والجيران وهذيك كيما قال الاخر اللي ما فيه نفع. واش معناتها نفع؟ كيقول لكم النفع اللي ماشي ما حسنش العشره ديالي دير في المدفع ودفع. ما نهضرش، انا نهضر على العائله اللي نضربنا في يعني في السكينه والمحبه. علاش سا شونجي؟ علاش بيسك رانا عائله الله يبارك برك قناه، حنا شحال رانا لو كان كل وحده تحاول انها تزرع بذره خير في بيتها بالكلمه الطيبه. ما حاش تبني القصور، ما حاش تحي تمشي على رجليك 70 كيلومتر، نو تقولي كلمه طيبه وتعاوديها وتعاوديها وتحتسبيها لله. يا اخي
دي فوا في الحكايات اللي نسمعوهم ناس رضى عليهم ربي سبحانه كانوا ناس عاديين ما يديروا حتى حاجة زيادة، مي ربي كان فتح لهم بيبان الجنة على يعني على حاجة كيما هذه. سورتو الأسرة، الأسرة يعني ما الوقت تبدل الفتنة اللي رانا فيها، مي فو با نقولو نو باسكو الوقت جاب ما فيه، نحاولوا أننا نصلحوا من نفسنا إن شاء الله. برك يا البنات هاد الكلام يعني فهمتوني، نتمنى فريمون تكونوا فهمتوني، ونتمنى يعني ونطمع انا نطمع انا طماعه نطمع انه كل وحده عندها كاش خصومه مع ميمتها ولا مغيوضه من ميمتها ولا غايدها الحال من خوها، تفت التليفون ولا دوك تحت تكتب ان جولي ميساج تقول فيه تو مي مانك، توحشتك، ولا تفت التليفون كاريمون بالصوت وتقول بليك واش راكم هكا، واش راكم لاباس، توحشتكم، تبادر دير المبادرة بالكلمة الطيبة، وربي والله صدقوني ما يضيع هاد الشي يا خي البنات. إن شاء الله ربي يجبر، إن شاء الله ربي يجبر الكسر اللي هو صاير في العائلات. دوماج أنا كي نسمع خت ما تحنش على خوتها، خت تنسى خوتها، خت تقول لك أنا ما على باليش بيها، وباك يقول الله أكبر في الفجر تروح تنوض تعبد ربي وتصلي الصلوات وهي يعني دايره قطيعه الرحم. الوغ كو الدين ديالنا واضح بلا، انا مانيش انا انسانه معلوماتي في الدين كما يقولوا المينيموم، لكن نعرف الاساسيات كما يعرفوها كامله، كما تربينا رباونا والدينا ما كانوش فاقهين في الدين، لكن هاد الشيء كامله نعرفوه، انه التضحيه من اجل سعاده العائله الباسون بريوريتي يا اخي، ماشي ندعو عقليه القراي ما تواتيناش، والله ما تواتينا، ما نبدلوش ما نقدروش نبدلو الجلد ديالنا، سان سو في با، وما نقدروش ولا ما حاولنا ما ننجحوش يا خير بنات. ان شاء الله كلامي كان يعني الحق ليكم، ودعوا دائما انه ربي يلم الشمل للعائلات، وان شاء الله المحبه ولا ستابيليتي ترجع للعائلات، و النبته تاعكم ولا حبيتوها تفلفل وتقعد دائما خضراء وتمد لكم دي جولي فلور، سقيوها وتهلاو فيها اي فوز الي فوا. هذه اخواتاتي بالنسبه للقعده تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وسورتو تكون نفعتكم، ونقول لكم حبيبات قلبي الى فيديو واحد اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.